مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم استكمالا للموسم الثالث من برنامجكم المتميز دايما نحو الهدف على شاشتكم المفضله والمتميزه دائما الصحه والجمال. النهارده حلقتنا هي حلقه فريده وحلقه متميزه وخاصه جدا لانها بتشغل الراي العام، وكانت ترند الفتره اللي فاتت امسك مدرس. موضوعنا النهارده هو قضيه الراي العام اللي عملت ازمه كبيره جدا بين وزاره التربيه والتعليم وطبعا والاداره التعليميه، مشكله الدروس الخصوصيه. طبعا يا جماعه كلنا عارفين ان المدرس ده يعني حاجه كبيره جدا، المهنه المقدسه، المهنه الساميه، يعني حتى الاشعار كان دايما يقولوا لنا قم للمدرس وفيه التبجيل كاد المدرس ان يكون رسولا. المدرس معروف ان هو اللي بيعلمنا كل حاجه. دلوقتي البعض اتخذ هذه المهنه او هذه الوظيفه زي ما اولياء الامور من الطبقه المحدوده او المهمشه او محدوده الدخل بيدعوا بان هم بيتم الاستيلاء على بعض اموالهم بالنهب والسلب من خلال الدروس الخصوصيه والمراكز وفتح السناطر التعليميه. وهذه الازمه يعني تسببت في ضغوط طائله جدا على اولياء الامور وتسببت في مشاكل كتيره جدا مستحدثه بالنسبه للاسر المصريه. المدرس المصري معروف من زمان قوي يا جماعه، لما بيعوز يتقن هذه المهنه ويشتغلها صح بيدرس في اكبر الدول وبيقدر يثبت جدارته وكفاءته كمدرس، يعني من اشطر المدرسين على مستوى العالم كله مش دول عربيه فقط. لكن لما ما بنستمعلوش وما بنستمعش لاحتياجاته مش هنقول بيكروت، لكن هنقول ما بيتقنش هذه المهنه بنسبه 100% كما يجب. عايزين نستمع النهارده للاراء، الراي والراي المخالف من اولياء الامور، وعايزين نعرف احتياجاتهم ونستمع لهم كويس جدا، وايضا نستمع للمدرسين ونعرف احتياجاتهم ايه. بعض المدرسين كان حتى بيجي لنا رسائل كتير على صفحتنا على الفيسبوك بيقولوا لنا ان بالنسبه للمجاميع المدرسيه دي حاجه امنه جدا وحاجه سلسه جدا، لان الطالب بيقدر، الطلبه اللي ما بيقدروش يستوعبوا الدرس من المدرسه في الفصل العادي المدرسي بيقدر ان هو يستعين بالمدرسين والمدرسات من خلال المجاميع الدراسيه بان هو يستوعب اكتر، لان بيبقى فيه تمعن وبيبقى فيه تاكيد للمعلومه كمان من خلال طبعا لما بيبقى الفصل الجيد التهويه بالنسبه للديسكات للطلبه في الفصول تكون كويسه جدا وتكون ما فيهاش اي مشاكل، ما فيش اي مشاكل، الفصول تكون جيده التهويه جدا والطالب يكون قادر ان هو يستوعب الدرس كما يجب. بالنسبة لمشكلة القبض على المدرسين عايزين نعرف هل القبض على المدرسين هو الطريق الوحيد للقضاء على الدروس الخصوصية، أم أن هناك طرق أخرى يجب أن أنها تتعمل علشان يتم القضاء على الدروس الخصوصية. الدروس الخصوصية يا جماعة بقت أزمة كبيرة جدا، يعني لازم نحط نفسنا، لو أنتم مدرسين حطوا نفسكم كولي أمر، ولي امر محدود دخل او الظروف الاقتصاديه بتاعته مش مساعداه قوي انه يدي مثلا عنده 4 أو 5 ابناء، هيقدر يلاحق منين يدي كل المصاريف دي؟ ففعلا فعلا بعض المدرسين يعني مش هنقول اتجهوا لاساليب غير شرعيه، لا هي مهنه شرعيه ومهنه سليمه 100% وما فيهاش اي مشاكل، لكن تسببت في أزمة كبيرة جدا للأسر المصرية. لازم نحس بالأسر المصرية، لازم نحس بأولياء الأمور، لازم نحس إن احنا فعلا دلوقتي الظروف الاقتصادية بقى فعلا في ضغط على الجميع، لأن احنا لازم نشعر ببعض، لازم نستمع احتياجات المدرسين إيه، احتياجات أولياء الأمور إيه، وأيضا الإدارات التعليمية وزير التعليم يستمع بصورة أكبر ويتم الاستيعاب لكل متطلبات هؤلاء الأشخاص بسبب حل هذه الأزمة ووضع حل نهائي لهذه الأزمة. برضو عايزين نتكلم عن الدروس الخصوصية، هل بتحطم عملية التعليم
ولا بتساعد على بناء عملية تعليم كبيرة؟ طبعا يا جماعة في ناس كتير جدا جدا بيحاولوا يتعلموا من خلال شبكات الانترنت، ودولت بعتوا لنا برضو، جات لنا رسائل كتيرة جدا على صفحاتنا على الفيسبوك بتقول ان احيانا بيبقى الانترنت ضعيف، الشبكات ما بتكونش قوية بنسبة 100%، فالطالب بيبقى شوية النت بيجي شوية النت بيقطع، وبنقدر ان احنا نستوعب كل المشاكل اللي بتتعرض لاولياء الامور علشان نقدر نعرضها لحضراتكم بصوره سليمه. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا سيادتي. اهلا بحضرتك، اتفضل. مساء النور. اهلا بحضرتك، اتفضل. استاذ طارق يوسف، اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا، انا مدرس سيادتي. اهلا بيك، اتفضل. عايزين نستمع النهارده لحضرتك طبعا، ونعرف ايه المشاكل اللي بتخلت معظم المدرسين يدوا دروس خصوصيه، وازاي نقدر نحل هذه الازمه. هي المشكله ان مش كل المدرسين بتدي دروس خصوصيه، المشكله ان المسافه قليله جدا. معاك. ايوه يا استاذ طارق، اتفضل. المسافه قليله جدا، يعني هم اغلبهم ثانوي، السناتر اللي شغاله، السناتر والمراكز الثانوي. السناتر والمراكز ثانوي. ما سمعناش عن مشكله انه ما قبضوا على واحد ابتدائي اعدادي. يعني حضرتك بتقول ان مدرسين الابتدائي والاعدادي ما بيدوش دروس خصوصيه، فالنسبه الاكبر هم مدرسين الثانويه العامه السنوي. مثلا او الثانوي بصوره عامه. الثانويه عامه. الثانويه بصوره عامه، مش فقط ليست فقط الثانويه العامه. تمام. فالوزير عاوز يقضي عليها، بس بيقضي عليها بطريقه مش يعني ما بيديش اعلان ان احنا عندنا مرض، عندنا ازمه اولياء الامور، الازمه الاقتصاديه، يعني هو ما بيشرحش وجهه نظره قبل ما انه يحارب اي حاجه. يعني حضرتك شايف ان الطريقه نفسها في القبض على المدرسين اللي بيدوا او من يثبت انهم بيدوا دروس خصوصيه، حضرتك شايف ان الموضوع قاسي شويه او مش عاجب حضرتك يعني في وجهه نظرك؟ هو الطريقة يعني الطريقة. هو بيحارب، هو بيعاوز يعمل الصح، يعني هو عاوز يعني لكن هو عاوز يقضي على العلاج يكون بطريقة مختلفة. بطريقة مختلفة، يعني من وعي اولياء الامور ان مثلا 300 عيل قاعدين في مكان واحد دي لها امراض. تمام. حضرتك يا استاذ طارق ذكرت ان حضرتك مدرس ابتدائي، المرحلة الابتدائية. طب طلبات حضرتك يعني شايف ان احنا نقدر نحل الموضوع ده ازاي بحيث ان الطالب يبقى فعلا متفوق، لان المدرس المصري معروف لما بيعوز يشرح صح بيدرس في اكبر دول العالم، مش دول عربية بس او مش في مصر فقط، لكن لما بيعوز نعمل ايه علشان يوصل للرضاء الكامل ونستمع لحضراتكم النهارده؟ طلباتكم ايه؟ احنا عندنا قيادات في التعليم يعني طرحت يعني حل المشاكل دي. تمام. بس ما نفذتش لغايه دلوقتي. المطارح ان مثلا المدارس مغلقه دلوقتي، المدارس مجهزه فعلا على احدث حاجه دلوقتي، يعني اما اقول لك ان في مدارس فيها شاشات عرض وفيها بروجيكتور، فيها مراوح، فيها تكييف، يعني في مدارس في الحكومه، يعني الوزير مهتم جدا، يعني عامل شاشات عرض وبتاع. ليه ما تشتغلش في فتره الصيف دي ادم كده ولي الامر عايز يودي ابنه دروس وسناتر؟ تمام يا استاذ طارق، تمام، بنشكر حضرتك جدا. تمام، رساله حضرتك طبعا وصلت، ميرسي جدا. طبعا استاذ طارق اكد لنا ان الحمد لله وزير التعليم وزير التربيه والتعليم طبعا يعني الفتره الاخيره جعل معظم المدارس بقت مؤهله، وتم تعديل وادخال طبعا بروجيكتور وشاشات عرض واجهزه كتيره جدا جدا حتى تتناسب حاليا مع مستوى التعليم العالمي. تمام. كنا عايزين نعرف اكتر واكتر طلبات المدرسين في الفتره الحاليه ايه علشان يتم القضاء بصوره منمقه وبطريقه محترمه جدا ما تزعجش لا المدرسين ولا يكون في زي ما قلنا عائق وعاتق على اولياء الامور، سواء الوالد طبعا والوالدة، عموما أولياء الأمور بيحسوا بضغط غير طبيعي من خلال الدروس الخصوصية والعاتق المادي الثقيل جدا 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 مع متطلبات الحياة، يعني كفاية الضغوط اللي هم فيها. ففعلا فعلا الأزمة دي لازم نشوف لها حل جذري بأسرع وقت.
لو مراكز، طبعا هنتكلم على المراكز والسناتر لثانوي مثلا، بعض المدرسين بيتقال عليهم باللغة الدارجة السبوبة، بياخدوا منها كمكسب بطريقة يعني بيحاولوا يكسبوا أكبر نسبة مال بأسرع وقت وبأقل وقت، وما بيفكروش أبدا أبدا الأب دوت أو ممكن يعمل إيه أو يشتغل كام شغلانة علشان يقدر يدفع فلوس الدروس دي كلها. معانا أستاذة أسماء، مساء الخير. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. حبيبة اتفضلي. قلبي أنا معلمة. أهلا بيك يا أستاذة أسماء، اتفضلي حضرتك هتقولي لنا، حضرتك مدرسة في أي مرحلة؟ ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي؟ لا ابتدائي. أهلا بيك، اتفضلي. أهلا بيك. اتفضلي، إحنا سامعين حضرتك. شايفة نحل الأزمة دي إزاي يا أستاذة أسماء؟ أزمة الدروس الخصوصية. هو طبعاً ولي الأمر عمره ما هيستغنى عن الدرس الخصوصي. لأن مش حضرتك ممكن بس تقفلي او توطي التلفزيون يا استاذه اسماء عشان مش عارفين نسمعك كويس. اتفضلي. اسمعي، بقول لحضرتك ولي الامر عمره ما هيقدر يستغنى عن درس خصوصي. ده من وجهه نظر حضرتك. طبعا، لان من وجهه نظرك غير مؤهله. حضرتك غير مؤهله. دي وجهه نظر حضرتك. ايوه يعني اتفضلي. يعني وزير التربيه والتعليم المفروض يحل كل المشاكل الاول اللي بتواجه الطالب والمعلم. تمام. وبعد كده يحاسب. طبعا ما احنا بقى النهارده بنسمع لحضراتكم، فحضرتك يعني يا استاذه اسماء تقولي ايه اللي انت يعني بنستمع لطلبات حضرتك او ايه انت حابه تقولي ايه النهارده عشان نحل هذه الازمه. يعني انا في مدرسه فيها 70 طالب و80 طالب في الفصل. تمام. وانا معلمه في المرحله الابتدائيه. تمام. يا حبيبتي. تمام. وبدخل الفصل الواحد مرتين بس في الاسبوع. تمام. فهل ساعه كافيه ان انا ادرس المنهج الجديد اللي نزل عندنا من سنتين؟ يعني الوقت بالنسبه لحضرتك غير كافي، محتاجه فصول جداً. اكتر عدد محتاجه عدد الطلاب يبقوا بدل ما في فصل واحد 70 طالب او اكثر، ان هو يبقى العدد الطلاب على زياده في المدارس وزياده في عدد الفصول وزياده في عدد في الاوقات. المشاكل الحقيقيه اللي لو هو نزل اي مدرسه دي بنلاقيها بتواجهنا احنا كمعلمين. تمام. دي هشرح فيها منهج ولا هصحح كراسات التلاميذ ولا هحفظهم كلمات ولا هعمل فيها ايه؟ تمام يا استاذه اسماء، بنشكر حضرتك جدا. اتفضلي. يعني طبعا زي ما حضراتكم سامعين وشايفين، يعني الأستاذة أسماء أكدت على إن عدد الفصول لازم تبقى زيادة وعدد الساعات أيضا لازم تكون زيادة. أستاذة آية، أهلا بحضرتك. أيوة زي حضرتك يا فندم. أهلا بيكي. بقول سيادتك إحنا المشكلة بتاعتنا حضرتك الأول ده. حضرتك الأول هتقولي لنا الاسم والوظيفة، اتفضلي. آية حمدي. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. معلم خبير. تمام. احنا نقطة المرتبات اللي هي على أساس 2014 دي نقطة، إن احنا دلوقتي في 2020 وكان بالفعل رفعوا قضية وكسبوها من المحكمة على إن احنا نتساوى بإنه المرتبات ما تبقى على 2020. يعني يتم تعديل يا استاذه ايه المرتبات لانها لا تتناسب في 2014 حاليا مع سنه 2020. في 2020 يتم تعديلها وزيادتها. الاستقطاعات بتبقى على 2020 رغم ان مرتباتنا سيادتك مش على نفس السنه، لا دي على 2014. تمام. فدي هي اهم نقطه علشان يتم تقنين او منع او علاج مشكله الدروس الخصوصيه، فحضرتك بتطالبي ان يتم تعديل مرتبات مدرسين الابتدائي مراحل الابتدائي. تمام. هي الدروس الخصوصيه انا ضدها خالص، يعني المجموعات بتبقى افضل في المدرسه، المكان بيبقى مجهز بالفعل للمجموعه. تمام. وبتكون الطالب بيستفاد وبياخد وقته وحقه في الشرح والاستفاده بتكون اكبر في المجموعه، انما الدروس لا احنا ضدها. تمام. وفعلا كل الخطوات اللي بيعملها الوزير احنا معاها، ان هو فعلا لا للدروس الخصوصيه، لا هي مجموعات ومجموعات عاديه او مجموعات مميزه. دي بتبقى افضل طبعا واستفاده للطالب. حضرتك شايفه ان مدرسين المرحله الابتدائيه يعني المرحلة مش بيدوا زي المرحله الثانويه؟
مش بيدوا دروس او ما او مش مرحبين اصلا المرحلة بالفكرة الابتدائية خالص، هي أكثر مرحلة فعلا فيها ظلم للمدرس، لان المرحلة الصيت اللي هو الثانوية هم بتاع اللي الجمود بياخدوا، ده هم لا اللي مش موجود. بينهبوا. تمام يا أستاذة إيه. مدرسين ثانوي بس، ومش كمان كلهم، ده هو قلة قلة خالص قليلة هي اللي بتبقى بتدي دروس بأعداد. تمام. طيب عند حضرتك أي تعليق تاني بالنسبة للمدرسين سواء في المرحلة الإعدادية أو الابتدائية؟ لا هي الاعدادي وابتدائي تقريبا هو اللي حقهم شويه مهدر في حته ان هم واخدين صيت على الدروس، وهي تمام بالفعل مش مفعله، ده هي تمام مرحله ثانوي بس، ومش كل مدرسين ثانوي يعني، علشان ما يكونش في ظلم لفئه معينه، شكرا يا لا أستاذة ده هي آية، قيم. شكرا جدا جدا، بنشكر حضرتك. ودلوقتي معانا أستاذة منى من أولياء الأمور، اتفضلي. مساء الخير أستاذة منى. أستاذة منى السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي، لو اتفضلي قلت انا وليه امر ابتدائي، حضرتك. بس أستاذة منى هستأذن حضرتك توطي التلفزيون، اتفضلي. ماشي حضرتك. انا وليه امر ابتدائي. تمام. حضرتك الدروس الحصة 10 جنيه، وما في شغل ولا في حاجة، ومعايا 3 اولاد، يعني هي اليوم بتاع 70 جنيه، وهم 3 حصص ب 30 جنيه، يعني ال 40 جنيه هتفطر ولا الغد ولا اتعشى. تمام. هو النهارده الحلقه خاصه عشان علاج هذه الازمه وهذه المشكله يا استاذه منى، يعني ان شاء الله باذن الله النهارده هنحاول مع بعض نستمع لبعض ونتناقش مع بعض ونشوف حل نهائي لازمه ومشكله الدروس الخصوصيه. عند يا حضرتك رب. اي حاجه تانية حابه تضيفيها؟ شكرا جدا استاذه منى. طبعا زي ما حضراتكم سامعين المدرسين، في الأستاذة أسماء طبعا والأستاذة آية والأستاذ طارق، قالوا طبعا بالنسبة للإيجابيات أستاذ طارق وأستاذة آية قالوا إن في فعلا فعلا في طفرة وفي تطور في الفصول، وبيشكروا السيد وزير التربية والتعليم على الأجهزة اللي ابتدت تدخل معظم المدارس، والحمد لله والشكر لله، يعني خطوة إيجابية وخطوة محترمة. الأستاذة أسماء شايفة إن المرتبات برضو عايزة تتعدل. الأستاذة آية قالت إن بالنسبة لمدرسين مرحلة التربية في وزارة التربية والتعليم في المرحلة الابتدائية الفلوس يعني قليلة جدا، ويتم تعديل الفلوس من 2014 بما يتناسب مع 2020. مساء الخير. مساء الخير أستاذ حمادة، أهلا بحضرتك، اتفضل. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. لو سمحت يا فندم، هو دلوقتي بالنسبه لموضوع الدروس الخصوصيه، كده كده المدرسين بتدي في البيوت او المراكز تحت او السناتر مع حضرتك. تمام. فدلوقتي ليه المدرسه دلوقتي ما مثلا بتاخد جمعه وسبت اجازه تخصص، ما المدارس بتبقى فاضيه، ويبقى المدرسين يدوا عن طريق التربيه والتعليم مع تنظيم المدرسين حسب كل ماده لكل مدرس. يعني حضرتك بتقترح ان الاجازات الرسميه يتم فتح فيها المدارس للطلبه اللي هم اقل استيعاب، ويتم ان هم ياخدوا المجاميع المدرسيه في المدارس في فتره الاجازات الرسميه. حضرتك مظبوط. بتقترح. تمام. وبعد المدرسه تستفاد والمدرس يستفاد. تمام. ده لكل المراحل يا استاذ حماده؟ يا ريت حضرتك. طبعا. بتتكلم على المراحل الابتدائيه، مراحل الاعداديه، وايضا الثانويه العامه او الثانويه بصوره عامه. تمام. طبعا. يا ريت. شكرا جدا استاذ حماده. تمام. يعني دلوقتي يا جماعه احنا على قد ما احنا سامعين دلوقتي عايزين فعلا فعلا يا رب صوتنا ان شاء الله باذن الله بنتمنى ان هو يصل للجميع، ان فعلا فعلا لازم دلوقتي الازمه دي تتحل، لان الاولياء الامور بقوا يشتكوا بطريقه فظيعه جدا. احنا لازم نشعر بالناس، انتوا المهنه بتاعتكم كمدرسين ان انتوا تساعدوا الناس، انت تعتبر كرسول، تعتبر يعني مهنه مقدسه جدا، ما ينفعش ان انت تكون بتضغط كل الضغط ده على اولياء الامور سواء كانوا يعني متوسطي الدخل او اقل من متوسطي الدخل، او حتى الطبقه الكويسه او الطبقه الاقتصاديه اللي بتحمل الرفاهيه. طيب دلوقتي الاستاذ حماده اقترح ان يوم الايام الاجازات الرسميه
المدرسين يبتدوا يدوا الدروس خصوصيه، عفوا الدروس الخصوصيه دي تمنع تماما، ونديهم مجاميع مدرسيه في اثناء الفتره الدراسيه في الاجازات الرسميه. مساء الخير. اهلا بيكي الحاجه محمد، اتفضلي. ايوه يا حبيبتي. اهلا بيكي، اتفضلي. ايوه يا حبيبتي. ايوه. بالنسبه للمدرسين اللي هم معاهم كليه تربيه وفاتحين بيوت، نعم، دول ليه ما بيتقيدش اساميهم في المدارس تبع المجاميع اللي فاتحين بيوت دول وما لهمش فرصه للتعيينات؟ يعني منعهم من الدروس ومنعهم من تأييد اسمهم في المدارس. التأمين في المدارس؟ التأمين الصحي؟ التأمين الصحي، تأمين الدروس الخصوصية. أيوه. المجاميع في المدارس. تمام. هم في فرصة ليه يقدموا يكتبوا اسمهم في المجموعات دي؟ حضرتك وطي التلفزيون بس، هي حاجة علشان نسمع حضرتك كويس. وطي التلفزيون. اتفضلي. أيوه مع حضرتك. أيوه اللي بيدي دروس اللي هم المدرسين الممتازين اللي ما جاتوش فرصه تعيين في الحكومه. ايوه. بيدرسوا فاتحين بيوت ومتجوزين ومخلفين فاتحين بيوت. ما بدهمش فرصه ليه ان هم بنشكر حضرتك ولا ايدوا اسمهم في المجموعات المدرسيه. بنشكر حضرتك جدا جدا، وصوت حضرتك اكيد وصل. يعني عايزين يا جماعة نستكمل موضوع حلقتنا النهاردة، واحتمال لو النهاردة ما استكملناش الحلقة دي احتمال يعني بإذن الله نستكملها في كذا حلقة تانية، بس عايزين يا جماعة نوصل صوتنا للمدرسين ولوزارة التربية والتعليم ولأولياء الأمور. أولياء الأمور فعلا تعبوا من أزمة الدروس الخصوصية، وفعلا عايزين يجدوا حل يعني فعلي وفي أسرع وقت لإنهاء هذه الأزمة. مساء الخير. مساء الخير أستاذة دينا. أهلا بحضرتك. معاكي محمد من القاهرة، ولي أمر. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، اتفضل. أهلا بيك. هو طبعا الموضوع ده شاغر جدا، وأكيد مش حلقة واحدة، إحنا يعني عايزين في حلقات، لأن أنا حضرتك شايف أنا كولي أمر أنا اللي مضغوط، مش المدرس. طبعا المدرس مقرر ان هو بقى في تنفيذ دلوقتي عقوبات. تمام. انا معاكي في دي، بس الحمل الاكبر دلوقتي بقى على ولي الامر، لان انا دلوقتي انت حضرتك منعت المدرس من كده، ولكن ده ما اتمنعش. حاليا دلوقتي شغالين مع جميع بالظبط على اللاين زي المدارس، فاصبح الموضوع ان المدرس بقى هو اللي في البيت، ولي الامر بقى مجهود عليه وهو في البيت، لازم يكون عنده نت ولازم ولازم ولازم، وفي الاخر برضه بيدفع الفلوس بتاع الدروس، فهو نفس اللود. تمام. لازم يبقى في حد الموضوع ده. حضرتك عايز تعمل رقابه على الدروس وتعمل قبض على الدروس، خلاص اعمله كمان على مراجعه الانترنت. تمام. لو احنا هنقدر نحد من الموضوع. تاني حاجه حضرتك، موضوع المجاميع بتاع المدارس، كانوا المفروض ان هم المدرسين يدوا مجاميع في المدارس بمبلغ يعني رمزي للمدرسه، والمدرس يدي في المجموعه. دلوقتي المدرس لما بيدي في المجموعه مفيش مشكله، انا هضمن منين ان مبيبقاش لازم يبقى في كنترول على الموضوع ده؟ لان عادي جدا، هي منظومه كلها منظومه تعليم واحده، يعني عادي جدا ان يبقى ستار وحرم المدرسه كانه بالظبط البيت اللي كان بيدي فيه درس. يعني هل الفلوس دي هتندفع وهتتلم اداريا عن طريق المدرسه، ولا عن طريق المدرس وهو اللي هيورد المدرسه، ولا هيبقى في كنترول على ده؟ لان انا ممكن المدرس اللي يلم دي يدفع الدرس 140 جنيه او 150 جنيه ويدي النسبه بتاعت المدرسه، وبعد كده هو واخد نسبته كانه كان بياخد في البيت. تمام. واصبح احنا كده حولنا الموضوع بقى حرم المدرسه اللي هو المفروض الحرم الحكومي التعليمي بقى مكان البيت بالظبط. فاحنا عايزين نعرف بس الكنترول ده مين اللي هيعمل مراقبه على الموضوع ده، لان التحايلات كتير. تمام يا استاذ محمد، صوت حضرتك اكيد وصل. بنشكر حضرتك جدا، وحضرتك اكدت على الرقابه ويكون في كنترول. طبعا حلقة مهمة جدا، وإن شاء الله بإذن الله أكيد هنستكملها إن شاء الله في حلقات قادمة. طبعا بتتقدم أسرة برنامج نحو الهدف، ورئيس التحرير الأستاذ تامر خطاب بمناسبة ترقية المهندس علي محمد عيسى واختيار مدير عام في شركة بتروسيان، وتتمنى له وأسرة البرنامج كلها بتتمنى له التوفيق والنجاح الدائم والمستمر إن شاء الله. تتقدم أسرة البرنامج نحو الهدف ورئيس تحرير الأستاذ تامر خطاب بخالص التهنئة القلبية للمحاسب محمد الثعلب بمناسبة تخرج نجلاه المهندس حلمي محمد الثعلب، وتتمنى له وكلنا في أسرة برنامج نحو الهدف بنتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم والمستمر إن شاء الله.
دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل درامي ومشاهد درامية، وهنستكمل بإذن الله الفقرة الثانية أنا وزميلتي هدير. مشاهدينا وبنستكمل مع بعض حلقتنا النهاردة من نحو الهدف، وموضوع مهم جدا جدا بيشغل مش بس المجتمع العربي بصورة عامة، لأ المجتمع المصري بصورة خاصة جدا. الموضوع ده أسر كتيرة قوي في مصر ما بيرضوش يتكلموا عنه، لأنه حاجة برايفسي، حاجة شخصية، حاجة خاصة جدا، بيتحرجوا إن هم يفتحوه، وهو زواج مع إيقاف التنفيذ، أو بمعنى آخر في ناس بتسميه طلاق صامت. ستات كتيرة قوي بيبقوا عايشين مع أزواجهم لكن الكونتاكت والتواصل واقف، يعني مضطرة أنها تعيش معاه علشان ظروف اقتصادية، علشان مش قادرة أن هي تتطلق أو أن هي تنفصل عنه، لأن غير مؤهلة ماديا أن يكون عندها شقتها وبيتها وأن حد يصرف عليها. غير متواصلين، غير متفاهمين، المستوى الفكري مفيش أي توافق، المستوى المادي فيه مشاكل كتيرة جدا، فبيضطروا أن هم يبقوا مستمرين العيشة في يعني اجتماعيا بيبقى باين أنها متزوجة لكن مع جوزها هي منفصلة عنه تماما. فطبعا الأول برحب بك يا هدير، أهلا بك يا هدير. أهلا بك يا أستاذة زينين، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. النهاردة عايزين ندردش أنا وأنت ونتناقش في الموضوع المهم جدا ده، وهو الطلاق الصامت أو زواج مع إيقاف التنفيذ. مظبوط. الزواج مع الإيقاف التنفيذ ده يندرج تحت اسمه الطلاق الصامت والخرس الزوجي والطلاق العاطفي. ده بيبقى عبارة عن، عشان الناس اللي مش فاهمة، كل زوج وزوجة عايشين تحت سقف بيت واحد وعندهم أولاد، تمام، ومفيش بينهم حياة، لا عاطفة ولا ثقافة ولا ثقافة كلام ولا تعاون في الكلام، مفيش بينهم حياة أصلا. دي الزواج مع إيقاف التنفيذ ده معناه. الموضوع ده بالذات يعني عمل مشكلة في بيوت كتير وانتشر جدا جدا جدا. فإحنا وأنا بدور عليه في السيرش، بعمل سيرش كده عليه، لقيت إنه في يعني مقالات كتير مكتوبة عن الموضوع ده، ومنها لقيت مقالة للكاتب الصحفي أحمد القاضي. بصراحة المقالة دي يعني كانت حلوة جدا لأنها بتناقش المشكلة وفيها برضو مناقشة للحلول، اسمها لا سلم ولا حرب، وإن شاء الله في فقرتنا الجاية أو في حلقتنا الجاية إن شاء الله هنستضيفه. كنت بس حابة أسألك أنت من وجهة نظرك إن الزوج ممكن ينفصل عن الزوجة في الحالة دي ولا يكمل عشان خاطر الأولاد؟ على حسب. يعني بصي يا هدير، في زوج بيبقى واخدها كمظهر اجتماعي، هو اوريدي مش مرتاح تماما مع زوجته، ولا في اي ايموشن ولا مشاعر ولا حب ولا اي حاجه، لكن هو مضطر ان هو يخليها ويحتفظ بيها علشان ام ولاده، عشان ما يبانش ان هو رجل فاشل او زوج فاشل، البيت مخروب وان ما فيش واحده بتعمر له، زي ما بيقولوا متعدد الزيجات. مظبوط. المتعدد الزيجات ساعات بيقولوا لا ده كده تمام، ويعني هارون الرشيدي وعارف ان هو يوفق بين كذا زوجه، والستات بتحبه يعني كده هو عنتر زمانه زي ما بيقولوا. في حد تاني بيقول اللي بيطلق كتير وبيخرج من العلاقة دي يدخل على العلاقة دي هو رجل فاشل. صح. فأحيانا بيحتفظ بزوجته علشان يعني خاطر كمستوى اجتماعي ان هو رجل ناجح ورجل أسرته تمام وأولاده ومحتفظ بزوجته ويعني ما عندوش أي مشاكل. عندك حق، كلامك كله مظبوط. طب انت يعني من وجهة نظرك لو الموضوع ده بقى مادة مثلا تدرس للأجيال الناشئة قبل مرحلة ما قبل الزواج، يعلموهم الثقافة بين الزوجين، ده ممكن يحد شوية من الطلاق الصامت؟ المشكلة ان هم يعملوا الثقافة بين الزوجين زي مادة تدرس، ماشي، هي دي الفكرة، دي هتكون مهمة جدا جدا جدا. خصوصا تمام. المشكلة يا هدير ان فعلا لو اتخذت بصورة اكاديمية وانها بقت مادة بتدرس للمقبلين على المرحلة دي، المرحلة المهمة جدا، وهي بداية أسرة جديدة وبداية تنشئة جديدة. صح. وأطفال وأولاد لازم يطلعوا في أسرة معتدلة نفسيا ومؤهلة، إن هي الست تعرف تربي أولاد تربية سليمة. طبعا. والزوج كمان يكون أب سليم وسوي نفسيا. طبعا. هيطلع مجتمع طبعا هينعكس علينا كلنا، إن الناس هتبقى فعلا مجتمع سوي ومجتمع معتدل نفسيا. فياريت إن هي فعلا تبقى مادة وبتدرس للمقبلين على الزواج. طب الناس بقى اللي عدت بالمرحلة بتاعت الجواز دي وخلاص عملوا كونوا أسرة وكونوا بيت وبقى عندهم أولاد، بس حصل بينهم طلاق صامت أو طلاق عاطفي أو خرس زوجي، المفروض إن هم يعملوا إيه علشان يتعدوا الخطوة دي؟
لازم يهدير الثغرات، كل زوج وكل زوجة يشوفوا ايه النواقص بتاعتهم. يعني انت لو عرفتي ايه الواجبات وايه الحقوق بتاعتك وهو عارف ايه الواجبات اللي عليه، الواجب اللي لازم يعمله وحقه منك ايه ياخده منك، صح. اكيد هيبقى الاتنين هيبقوا متكافئين وهتبقى فيه راحة نفسية. المساواة والعدل حلو جدا في كل يعني مجالات الحياة، مش بس كعلاقات انسانية او زوجية او اسرية، في كل حاجة المساواة والعدل اهم حاجة. عندك حق، عندك حق. المشكله بقى يهدير ان احيانا الزوج بيبقى غيور من نجاحك مثلا، او عنده مشاكل ان هو مش عايزك تنجحي، فبيبقى واقف عائق في طريقك، مش عايزك تنجحي، مش عايزك تشتغلي، مش عايزك تستكملي دراستك. ده بيتعب الست نفسيا وبيدمرها نفسيا، بتبقى اسمها العلاقه المؤذيه او المدمره او العلاقه الضارة أو صح. الغير نافعة. الست بتفضل تكتئب وبتفضل تحزن. لا، احنا عايزين الراجل زي ما انت شايف نفسك، ان انت لازم كلنا معاك في ان انت عليك على عاتقك يعني مسؤوليات كبيرة جدا، وان انت سند وان انت ظهر، وان انت يعني كل الناس عارفين ان البيت من غير اب او من غير زوج او من غير يعني عموما راجل بيكون فيه جزء مش موجود. لكن لازم تبقى متعاون مع زوجتك، ولازم تديها الامن والامان، وتكون سبورت ليها، وتكون الدعم، وتكون الظهر، تكون السند. اديها ان شاء الله كلمه طيبه، لان في ستات والله يا جماعه والله ما بكذب، في ستات بتعيه وبتمرض بسبب الاحباط وتكسير النفس الدائم. معنا استاذه رحمه، اهلا بحضرتك. استاذه رحمه اهلا بيكي. معنا استاذه رحمه، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك بس وطي التلفزيون او اطفي، اسمعينا حضرتك من المايك، اتفضلي. تمام يا استاذه رحمه، حاولي الاتصال ومعاوده الاتصال بينا مره تانية. فالكلام الطيب يا هدير احيانا بيبقى فعلا فعلا جبران خاطر فظيع جدا للزوجه. لما انت تجبري دايما بخاطر جوزك بالكلمه الطيبه وتطبطبي عليه وتشوفي هو احتياجاته، قومي باحتياجاته واعملي له اللي هو عايزه وشوفي هو رد فعله ايه. اكيد اكيد يعني لا يعني ما جزاء الاحسان الا الاحسان. دايما لما بتدي الخير اكيد بتحصلي على خير، لا يمكن تبقي بتزرعي دايما خير وتحصلي على شر. لما تعرفي حقوقك وواجباتك وهو ايضا يعرف حقوقه وواجباته، الأسرة هتبقى ناجحة وهيتعالج حتى لو في زواج مع إيقاف التنفيذ. دي حقيقة. بس أنا حابة أوضح للناس أنه المشكلة دي مش مشكلة خلاص والدنيا وقفت على كده. أصل في ناس بتبقى خلاص عدت بالمرحلة دي وحست أن الحياة كلها وقفت لحد كده، تمام؟ فلما الحياة بتقف قدامهم بيحسوا أن ده الليفل الأخير في المشكلة، يعني مش مفيش حلول بعد كده. فالمفروض أن الناس تبقى عارفة أن كل مشكلة ليها حل، وان كل حاجه ليها حلول، بس ندور على السبب الرئيسي في المشكله. السبب الرئيسي هو فين؟ احنا اللي حصل بينا ده حصل بناء على ايه؟ هل هي مشكله اقتصاديه ولا مشكله اجتماعيه ولا مشكله نفسيه؟ بناء عليه بنقدر نحدد المشكله جايه منين علشان نقدر نحل سوا. ولازم ندي لبعض فرصه ان احنا نسمع بعض ونتكلم مع بعض، نناقش بعض علشان خاطر النفسيه برضو نبقى يعني عارفين كل واحد ايه اللي ليه وايه اللي عليه. تمام. معانا استاذ محمد، اهلا بيك استاذ محمد من اسكندريه. اهلا بيكي والاستاذه هدير. اهلا بيك استاذ محمد. جدا بتتكلموا فيه، وكنتوا منزلين في الفاصل كده فيلم فعلا معبر عن الموضوع. ولكن هو زي ما كانت بتقول الاستاذه هدير من شويه في الاقتراح بتاعها، ان يبقى فيه يعني تدريب شويه على العلاقه قبل الجواز، ايا كان عن طريق اكاديميه عن طريق وممكن نقترح ان ممكن يعني ده لو راي عام جامد يهم الناس، لو حتى يعني يدرس في الجامعه في الفتره الاخيره اللي هي خلاص بعد كده مقبل على الجواز، يدرس في الجامعه زي ماده علاقه اسريه مثلا، صح. او حاجه زي كده. فهو موضوع جامد جدا، لان المشاكل دلوقتي كترت قوي قوي بسببه، وخصوصا بتدخل الميديا والانترنت والسوشيال ميديا والكلام ده، خلت كل حد منعزل عن الثاني. فلازم يبقى في تأهيل شويه، لان هم بعد كده بعد المرحله دي بعد ما يبقوا ازواج في المستقبل هيبقوا اولياء امور، فيطلعوا جيل اللي بعد كده برضو خلاص اتربى على كده. تمام يا استاذ محمد. يعني موضوعكم كويس جدا وشيق، فيا ريت تكملوا فيه برضو تاني لو تقولوا لنا بس الاراء والاستطراد ايه، او هتعرضوا علينا ازاي لحلول المشاكل دي. وربنا يوفقكم بالتوفيق يا رب، واسيبكم تكملوا الحلقه باذن الله. يا رب. شكرا جدا استاذ محمد، شكرا. طبعا يعني السكرينات
كنا عايزين نستكمل. تمام نعرضها. مفيش مشكلة نعرضها. لو السكرينات جاهزة يا جماعة يا ريت نعرضها دلوقتي. اتعرضت. تمام. تمام. ده رأي الناس في البرومو. تمام. السكرينات زي ما حضراتكم شايفينها معظم الكومنتات بتتكلم على نفس الموضوع. وعايزين يا جماعة دلوقتي برضو المشاركات من كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان على الأرقام اللي موجودة قدام حضراتكم. يعني مشكلة وموضوع مهم جدا، موضوع الزواج مع إيقاف التنفيذ. عايزين نستكمله. والسكرينات اللي بنعرضها لحضراتكم دلوقتي اللي جات لنا على صفحة البرنامج في نحو الهدف زي ما حضراتكم شايفينها، معظم الكومنتس والتعليقات اللي جالنا على الطلاق الصامت. يا جماعة في أنا كنت عايزة أتكلم مع السادة المشاهدين ومعاكي يا هدير. إن أول سنتين في الجواز أو أول سنة ونص بيبقوا الاتنين مختلفين تماما. لازم نعرف النقطة والقضية دي. أنت وشخص اتجمعتوا في بيت واحد، أنت لا كنت مع الشراء قبل كده ولا الهابتس والتراديشنال بتاعتك وبتاعته، عاداتك وتقاليدك. أنت ممكن تبقي أنت متجوزة واحد أصلا مش من المجتمع بتاعك، ممكن واحد جنسيته اصلا مختلفه. مزبوط. تماما من دوله اخرى. مزبوط. لازم تستوعبي ان اول سنه او سنه ونص او اول سنتين بتكونوا مختلفين. لازم تقربوا وجهات النظر. صح. تستمعي له كتير، تعرفي ايه اللي بيحبه وايه اللي بيكره، وهو كمان يستمع لك ويعرف ايه اللي بيحبه وايه اللي بيكرهه. علشان اكيد انت يعني مش نازله بالكتالوج زي ما هو مطالب. أكيد. وهو كمان ما جاتلوش واحده بالكتالوج، هو كتب، هو مش اوردر. فلازم نستوعب بعض. اميره اهلا بيكي، مساء الخير. أستاذة أميرة أهلا بيكي. لو الخط أهلا بيكي، تفضلي. ما زالت على الخط. أهلا بيكي أستاذة أميرة، تفضلي. أميرة اتفضلي. أيوة أنا عايزة أشكرك على حاجة والله. اتفضلي سامعينك. معايا جوزي تعبني والله خالص، ومعايا أربع. المشكلة حضرتك إيه يا أستاذة أميرة؟ تفضلي. في عجالة في الابتدائي وسايبني متبهدلة بيهم. الصوت مش واضح يا أستاذة أميرة. الخط بيقطع بس. المعيشة كل حاجة عليا. الخط بيقطع. طب حاولي الاتصال مره اخرى. هو شكرا جدا يا استاذه اميره. تمام. زي ما انت وكل المشاهدين سامعين ان في بعض الازواج يعني بيهملوا زوجاتهم، بيهملوا اسرتهم. بقوا دلوقتي متواصلين زي ما استاذ محمد قال وعقب من شويه، يعني قال ان التواصل الاجتماعي بقى في ناس فعلا بقوا متجوزين الموبايل، يعني 24 ساعه على السوشيال ميديا. انت شفتي في الموقع كل الفيلم اللي احنا عرضناه. تمام. شفتي احنا كنا عارضين ان الحياه بتبقى ماشيه ازاي. حياه ملهاش اي معنى، ملهاش اي طعم. بيبقى الاولاد كمان بيكبروا بينشأوا في وضع زي ده وفي حاله زي دي، فما بيبقى ما بيتعلموش يعني ايه ثقافه بين زوجين، ما بيتعلموش يعني ايه حب، يعني ايه ود، ما بيبقوش شايفين ده مع ابوهم ومامتهم. فعشان كده بناء عليه بيبقى الموضوع بالنسبه لهم صعب. لما بيكبروا بيطلعوا زيهم نسخه منهم، وده بيسبب مشكله جدا. كلمه منك بقى يا هدير كده حلوه لكل المشاهدين في عجال، علشان الوقت فعلا ابتدى يداهمنا. طيب انا عايزه كل الناس بس تبقى عارفه ان انتوا لازم تدوا فرصه لبعض. لو حاسين ان الموضوع يعني زايد قوي ومفيش اي تفاهم، المفروض ان انتوا تبعدوا شويه، تدوا لنفسكم فرصه ان انتوا تقيموا العلاقه. يمكن مع الوقت ومع البعد تحسوا ان انتوا حابين ان انتوا ترجعوا تاني، فترجعوا احسن من الاول وتبداوا من اول وجديد، صفحه جديده مع بعض، وان شاء الله حياتكم تتحسن. بس اهم حاجه لازم نتنازل، ومش واحد بس اللي يتنازل، لا الطرفين يتنازلوا وتدوا لبعض فرصه، وان شاء الله كل حاجه هتتحل وحياتكم كلها هتتغير للاحسن. طبعا انا بشكرك جدا يا هدير، ويعني موضوع فعلا غايه في الاهميه. وبالنسبه للمجتمع المصري دلوقتي لو قدرنا ان احنا نقرب وجهات النظر بين كل زوج وزوجه. صح. ونقرب ما بينهم ونحل المشاكل اللي فعلا الاولاد دلوقتي بقوا هم الضحيه. مش عايزين كلمة ضحية دي، لأن الضحية دي أو الأضحية دي اللي بتتذبح في العيد. لا، إحنا عايزين أسرة سعيدة، أسرة فيها كلها بوزيتيف إنرجي، كل واحد يعرف إيه المطلوب منه يعمله على أكمل وجه. أنت ما بتبقيش عارفة الحاجة، بتتعلميها، بتتقنيها،
بتكوني يعني بروفيشنال فيها، اي حاجه يا هدير، حتى لو زوجه ما بتعرفيش تطبخي مثلا، لو فور اكزامبل وقفتي في المطبخ مظبوط، ابتديتي بالبراكتيكالز بالممارسه تتعلمي مزبوط. بالتعلم بقيتي بتتقني مزبوط. بعد كده بتبقي بروفيشنال، بتبقي طباخه ماهره صح. الموضوع ده في كل المجالات، حاجه ما نعرفهاش بنتعلمها بنتقنها بنبقى بروفيشنال ومتميزين جدا فيها. لو قدرنا فعلا نقرب وجهات النظر مع بعض، قدرنا بلاش يا جماعه التكبر والكبرياء والكلام ده كله، لا عزه النفس حاجه محترمه جدا، اطلبوا اطلبوا الاشياء بعزه الانفس فان على الله قضاءها، ده دينيا، وطبعا الدين الجميل بتاعنا اللي علمنا حاجات محترمه جدا، لكن التكبر الغرور دي صفات ربنا ما ينفعش ان احنا نقرب لها. لا زوج يتكبر ولا يتغر على زوجته مهما علي ومهما مراتبه عليت، ما ينفعش يتكبر ابدا على زوجته. الزوجه نفس الموضوع، مهما تعلى ما ينفعش ان هي تتكبر او تعلى على زوجها. طبعا كنت مبسوطه معاكي جدا يا هدير، وان شاء الله باذن الله تكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم، ونكون عرضنا كل الاصوات وكل الطلبات اللي كل مشاهدينا كانوا عايزين يعرضوها، وان شاء الله باذن الله بنستكمل في حلقات باذن الله تاليه. كنت معاكم انا دينا حمزي وهدير، وباذن الله تنتظرونا الحلقات القادمه ان شاء الله.